السلام عليكم خياتي، صحه فطوركم. نقولكم ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه ظريفه. كما على بالكم بعد لي كملنا حلويات عيد الفطر المبارك، دائما انا وحده من الناس لازم ندير البني ون. كي يقعدوا لنا هذوك الصوالح الكاوكا والتوفيا ولا الشوكولا، ماذا بينا نديروا حلوه هكا للدراري نفرحوا بها الاطفال ان شاء الله. هنا راح نمد لكم وصفه سي انا مداري البني ون. صراحه ندير عيني ميزاني، ندير واش يقعد لي، الكاوكا وندير لا نوات كوكو، ندير الجلجلان، ندير اللي عندي. كما قلت لكم تقدروا ديروها باي حاجه عندكم. انا سييت برك كما قلت لكم تقدر، انا برك حنا نمد لكم المقادير مضبوطه باش البنات المبتدئات يعرفوا ابي بخي شحال يديروا. نبداو في المقادير تاعنا على بركه الله. هنا اول حاجه عندي بول تاع الشوربه، خذوا اي بول، بريسك لي بول كامل كيف كيف. عندي بول تاع غاطو بيم ورحيتو في الرقيق في الروبو تاعي. هنا الباكي قعدت لي منه هكا حبات ما حسبتهمش. هنا عندي بالكاس تاع الكازوز واحد الكاس تاع كاوكا، وخلطت لي بالقشور واللي بلا قشور. هنا تقدروا ديروا كاس معمر، تقدروا ديروا نص كاس، تقدروا ديروا الكميه اللي عندكم. انا درت كاس ناقص ان دوا. هنايا عندي زوج مغارف كبار تاع حلوه الترك. اسمحوا لي البنات على الصوت تاع وليدي راه يلعب في البالون صغير باش يلتا برك. عندي الكاكاو دوك واحد المغرف معمره مليح حتى المغرف ونص. عندي ثاني تلافاني باش ننكهوا الخليط ديالنا وباش نطمو البنيون تاعنا. لكم الاختيار، تحبوا معجون، تحبوا العسل، المهم الا درتوا معجون ولا عسل طم، وزيدوا معاهم الزبده دايبه. والا راح ديروا كيما انا بالتوفيا، توفيا وشوكولا اتختيني، ما كان له ديروا الزبده باسكو هذه هي شوكولا ميدمه باش ما تجيناش تقهم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. شوفوا اللي راح يطم بالشوكولا اتختيني والتوفيا ما ديرش واحد المغرف كبيره ولا زوج مغارف تاع ليدام ولا زبده. واللي دير معجون ولا العسل دير الزبده باش تجي ميدمه وتجي شابه. انا شوكولا معمره بليدام سي بوغ سا مش راح ندير. نبداو في طريقه التحضير على بركه الله. هنا اول حاجه نديروا الكاطو الملحي هذاك ديالنا، نزيدوا عليه هذاك الكاوكاو كاس، ولا عندكم نص كاس ديروا نص كاس كيما حبيتوا. انا سييت برك نمد لكم مقادير مضبوطه باش المبتدئات معنا يعرفوا، ولا هكا عويتقات ولا يكونوا صغارات، ولا اي ام راهي تشوف فيا تتمد لبنتها دير لها البنيون. انا كي كنت صغيره كنت دائما انا نديروا لماما، شحال نفرح نقعد غير نستنى في الحلوه وقتاش تكملها ماما. هنا واش نزيدو؟ نديرو لافاني، يعني البيمو ديجا بنين، بلا لافاني بنين، مي حنايا نزيدو باش تجينا هداك الكوشباب هكذايا يعني نديرو نزيدو شويه فوالا. يعني هاد البنيون يجي بزاف بنين، مكانش لي ما يحبوش في العيد، يفوتو فيه ياكلو ما يدورو للحلوه الاخرى. نديرو تقريبا مغرف هكذايا تاع الكاكاو ونشوفو، دوك نخلطوه ونشوفو هكذايا. انا نشفالو زمان كي كنت نديرو مع ماما كنا نديروه في سنيوه ومن بعد نقطعوه، نديرو له الشوكولا من الفوق ومن بعد تيك نقطعوه هكذا. انا عندي خويا واحد يموت على البنيون، ان شاء الله ثاني كي نروح نديلو شويه منه. ماما ديلو مي نديلهم نديلو تاعي دوقو هكايا. هنا درت البنات مغرف ونص هكذا، والبنات تاني تقدروا ديروا لانوات كوكو لداخل تجي بنينه تجي هايله. انا ما حبيتش نكثر لكم المقادير باش ما تقولوليش ما لقيناش وما عدناش واش نديروا. دوكا تيك نزيدوا حلوه الترك ندخلوها تري بيان بيدنا. حلوه الترك في البنيون تجي بزاف بنينه. انا دوك ندخل هاد حلوه الترك بيان مع هذاك الكاطو والكاوكاو والكاكاو ونرجع ليكم لهنا البنات. بعد لي دخلت هذاك الحلو الترك مع هذاك الميلونج اللي درناه، وصلوا غير بيدكم راح يدخل لكم. هنا نزيدوا مغرف كبيره تاع شوكولا، عمروها مليح تاع شوكولا اتختيني، خيروا اي ذوق حبيتوه. ونزيدوا ثاني مغرف تاع توفيا، ولا هنا نزيدوا حوالي مغرف كبيره، يعني الطوفيه هي اللي نكملوا نطمو بها. هنا ندير واحد زوج مغارف هكذاك هكذايا ونبداو نطمو
يعني الطوفيه تجي بزاف بنينه. انا لو كان نقول لكم هذا البيدون كامل دفق لي مي معليش، حطيته معوج كي رحت نخبيه تعوج لي. هكذايا ونبداو نطرمو. بسم الله. هنا اللي ما تحبش تخلط بيدها تقدر بيان سور تخلط بالمغرف. انا راحت لي كون خلطت بالمغرف قبل ومن بعد نزيد. المهم البنات دوكا تي كنخلطوا كامل حتى ينسجموا لي كامل هذا الميلونج ينسجم لي ونرجع ليكم. هنا البنات تقدروا ديروا العسل اللي ما خافت ما يكفيهاش الطوفيا كامل، زيدوا العسل معليش. مي بالطوفيا تجي بنينه تجي هايله. دوكا تي نكمل نطمها خياتي ومن بعد تي نرجع ليكم ان شاء الله. هنا يا خواتاتي هاوليك البنيون ديالنا، راني طميتو بالتوفيا. انا علاش نحب التوفيا؟ باسكو ماشي حلوه بزاف كيما العسل وكيما الشوكولا. العسل تجي كي تاكلي الحبه تاع البنيون تجي تقطع بالحب، يعني تجي تحرق من قوه الحلوه. بون هنا ليكم الاختيار، الا كنتو عيانين ديروها في سنيوه وديروا لها الشوكولا وقطعوها مربعات ولا مستطيلات، ولا حبيتو ديروها ديبول وزنوهم. انا دوك حنوزنهم، في الحقيقه راني شويه عيانه كنت حنديرهم في سنيوه ما عاد قلت معليش نديرهم ديبول باش يجوا خير. دوك نوزنهم، مانيش عارفه شحال راح نوزنهم. دوك نشوف بالك نديرهم 20 غرام هكذاك ولا 25 20 سنة نشوفوا 20 شحال تجي. يعني البنيون ما يجيش كبير بزاف، نزيدو 5 نديرو 25 تقريبا 25 غرام. هنا الشكل يرجع لكم، تقدروا ديروهم اصابع هكذا، تقدروا ديروهم دوائر. انا حبيت نديرهم دوائر هكذايا. تقدروا تحشوهم البنات لداخل بالشوكولا. انا دوك نديرهم كامل 25 غرام. زيد معاكم حبيبه جات سوا سوا. ولا عندكم كشب النوتة ويتقى عطوها هي دير هاد الحلوة هكذا. نديرهم كامل 25 غرام وكي نكملو نديرولهم الشوكولا نزينهم معاكم ان شاء الله. المهم البنات انا دوك نكمل الكونتيتي اللي عندي وبعد ان شاء الله نرجع لكم. لهنا بعد لي وزنت هادوك لي بول ديالي كامل 25 غرام هامليك غطيتهم هنايا. نورمالمون ما تغطوهمش، تقدروا تدخلوهم للفريجيدار يبردوا لكم باش يشدوا روحهم. وتاني تراني نوجد في الشوكولا باش نديروا الكلاصاج. دوك نوري لكم كيفاش درت الطريقه. لهنا درت باماغي للشوكولا ديالي باش يجيكم الكلاصاج الشباب. انا استعملت 100 غرام تاع نورمالمون 100 غرام الا ما رانيش غلطه ولا 200 غرام والله ما شفيت. درت شوكولا تاع دادا، شوكولا اولي ولا شوكولا بالحليب، ما نحبش شوكولا نوار. هنا كي دوبلي كامل ما نمسهاش، كي دوبلي كامل نزيد لها مغرفه تاع الزيت تحصلوا على قوام هايل تاع الشوكولا. دوك انا كي توجد معايا الشوكولا نعاود نرجع لكم نوري لكم طريقه التزيين تاع البنيون عفوا تاع نهار اليوم. البنات هاي ليك الشوكولا ديالي بعد لي دوبتها في حمام مائي. دوكا تيك نبقى نخدم فيها هكا. درت لها مغرف كبيره تاع الزيت. هنا درت 200 غرام تاع الشوكولا بالحليب، زدت لها مغرف كبيره تاع الزيت وخلطتها بيا. هنا حبيت نديرها بالكاوكاو، يعني ندير كلاصاج الفيريرو. هنا نديرو تقريبا واحد زوج مغارف هكذاك تقريبا هكذا ونخلطها هكذا ونشوف الا تكفيني ولا ما تكفينيش. ما حبيتش فيها بزاف الكاوكاو، نزيد شويه هذا ونديروا الكلاصاج ديالنا. يعني على بالي هذا البنيون ديالي راح يعجبكم. دوكا تيك هنا البنات الطريقه تاع الشوكولا، نحوها منا نحطوها هنايا وهذه الكسرونه نديروها تسخن غير نشوفوا الشوكولا بدات تجمد نرجعوها فوق الكسرونه. دوك نبدا نطلي معكم اول حبه. هنا البنات راني طليت حبه ونزيد معاكم حبيبه هايلي، يعني نخلطوا ونديروا. سمحوا لي على صوت وليدي البنات هبني راهو غير يبكي على بابا، سمحوا لي على الصوت الا قلقكم. هايلك ونحطوا الحبيبات ديالنا. انا دوك نشوف بالك ندير لهم حبيبات على اللوز من الفوق ولا ما ندير لهمش والله ماني عارفه.
نزيد معاكم حبيبه لهنا، غير تشوفوا الشوكولا بدات تتقال معاكم رجعوا الكسرونه تسخن ترجع ما شاء الله. هاي ليك ونخبطوا هكذايا، على بالي هاد الصوره ماهيش باينه مليح، اعذروني خلاص ندني لكم الكاميرا هكذا. ان شاء الله تجربوه، وراني نشوف وراني نزرب لكم الوصفه دوك نحطها لكم باش تجربوه وتبعثوا لي تطبيقاتكم. المهم البنات انا دوكا نكمل كامل الكونتيتي اللي عندي هادية، ومن بعد نوري لكم الطريقه كيفاش ينشفوا. نفتح لكم حبيبه خاصه الا حشيتوهم لداخل بالشوكولا يجوا ما شاء الله. هنا نزيد نحط. المهم خياتي دوكا انا نسي ندير لهم اللوز من الفوق، مانيش عارفه لا يجي شباب ولا لا. خواتاتي بعد اللي كملت كامل الكونتيتي اللي عندي دوكا سييت حبيبه تاع اللوز لهنا مي ما عجبتنيش، جو بريفير نخليهم هكا ديكوراسيون بالفيريرو الكلاصاج تاع الفيريرو سيميو. دوكا تي كنخليهم يبردو، كي يبردو نفتح لكم حبيبه تشوفوا القوام تاعها كيفاش جا بعد اللي تنشف لي الشوكولا، وبعد نعاود نرجع لكم. ولا هنا البنات جيت باش نقسم معاكم الحبيبه تاع هذاك البنيون اللي درتو معاكم، ان شاء الله يعجبكم. هاوليك الشكل ديالو كيفاش جا من الداخل، هاوليك شوفوا القوام البنات تاعو شحال جا شباب، جا طري جا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه ديالي تاع نهار اليوم وتنال اعجابكم. قولكم تهلاو في روحكم وشوفوا كيفاش جا من الداخل جا ما شاء الله. قولكم ما تنسونيش بالجيم خياتي وتهلاو في روحكم وسناوني في تنظيفات العيد ان شاء الله. قولكم تهلاو في روحكم، مع السلامه.